تحت شعار انتماء يتنامى وعطاء يتآتى، أطلق كل من صندوق وقفية القدس وجمعية الأقصى حملة رمضان الخير والتمكين للعام الثاني على التوالي لدعم وتعزيز صمود المقدسيين كتوزيع طرود غذائية وغيرها من المعونات والمستلزمات. حقيقة هذا المشروع ليست هذه المرة الأولى التي تنفذ فيها الجمعية مشروع تقديم السلة الغذائية للأسر المحتاجة المسجلة لدى جمعية دار الفتاة اللاجئة. لنا تجارب سابقة مع وقفية وصندوق القدس الذين تكفلوا من بداية شروعهم بالعمل في القدس بالوصول إلى كافة الشرائح التي تحتاج التدخل والمساعدة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو مساعدة الأسر الفقيرة. وهذا البرنامج تحديدا بتوفير السلة الغذائية في رمضان، شهر رمضان من كل عام، حقق الكثير مما كنا نتمنى لتقديم المساعدة في وقتها وعند حاجة الأسر المقدسية إليها. نأمل من كل المساهمين ومن كل الداعمين ومن كل من يعي مدى حاجة الأسر في مدينة القدس للمساعدة والمساندة والدعم، خاصة وأن أعلى نسبة فقر موجودة في فلسطين هي موجودة في مدينة القدس. يعني إحنا بنشتغل في عدة مجالات، ترميمات بنشتغل من خلال معنا وشركائنا جمعية الأقصى في هذا المجال، وإحنا بنشتغل في إعانة ترميم المنازل، في مجموعة من البرامج الإغاثية لهذه المدينة. أن روح التكافل والوحدة الوطنية تشكلان روح الشعب الواحد، يتجلى التناغم بين المسلم والمسيحي وهو ما يميز الشعب الفلسطيني. نشكر صندوق وقفية القدس وجمعية الأقصى على هذه اللفتة الكريمة اللي إذا بتنم عن التآخي والتلاحم الإسلامي المسيحي، فحسب حساب المعوزين بحارتنا اللي هي جزء من لا يتجزأ من البلدة القديمة، لأنه إحنا بالبلدة القديمة زي ما بقولوا دائما الشباب لما بتسكر الأبواب بتصير حارة واحدة، فإحنا فيش فرق بين حي مسيحي وحي إسلامي، إحنا كلياتنا حي واحد، حي فلسطيني. فإحنا بنشكر هذه اللفتة الكريمة وهذه لفتة جدا حلوة، وهذا رمضان السنة هاي 2019 بيتميز كان بعدة خطوات قاموا فيها شباب حارة النصارى، منها توزيع التمر والماء بتمويل من البعثة البابوية في القدس، فكان السنة شعرنا أكثر انخراطنا بفعاليات رمضان. التكاتف مع القدس وأهل القدس وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الممكنة رسالة هذه الحملة، حملة رمضان الخير والتمكين التي تسعى للوصول لأكبر قدر ممكن من العائلات ليعم الخير والبركة في هذا الشهر الفضيل.